لم يكن القائد العسكري الإيراني المقتول قاسم سليماني بعيدا عن أعين أجهزة الاستخبارات الأمريكية لسنوات طويلة، لكن تردد البيت الأبيض في أكثر من مناسبة منحه مزيدا من الوقت على قيد الحياة قبل أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما أعلن هو بنفسه اتخاذه القرار الحاسم لإنهاء وجوده. بدأ التخطيط لاغتيال قاسم سليماني الصيف الماضي بعد تورط طهران في عدة اعتداءات في المنطقة، غير أن القرار النهائي اتخذ بعد عملية اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد الأسبوع الماضي. بحسب مسؤولين أمريكيين فقد وفرت ثقة سليماني المفرطة وتورطه في الهجمات الأخيرة بالعراق الفرصة المواتية لقتله وإنهاء القصة بأكملها. في الساعات الأولى من فجر الجمعة قتلت ضربة جوية أمريكية سليماني الذي يقود ما يعرف بقوات النخبة في الحرس الثوري الإيراني المعروفة بفيلق القدس، ويعتبر وفق بعض التقارير الغربية الرجل الثاني على مستوى الأهمية في إيران بأكملها بعد المرشد علي خامنئي. قتل إذن قاسم سليماني ومعه أبو مهدي المهندس وأربعة من ضباط فيلق القدس الإيراني. عبر الهاتف ينضم إلينا الكاتب الصحفي الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. دكتور واثق، البعض يتخوف أو ربما الكثيرون يتخوفون من أن يكون العراق هو ساحة التصفية المقبلة، إيران لن تجد أيسر من استهداف المصالح الأمريكية الموجودة في العراق وما أكثرها. شكرا جزيلا. يعني أعتقد العراق فعلا أصبحت ساحة للحرب الأمريكية الإيرانية. العراق الحلقة الأضعف، السياسيين في العراق هم اللي فككوا الوضع، هم اللي وزعوا ولاءاتهم، وبالتالي العراق اليوم في خطر شديد. هذا الحرب سيكون عقودها الشعب العراقي. ايران لن تقاتل بشكل مباشر، ترسل ما تسمى بحرب الإنابة، سترسل اذرعها في العراق لضرب المصالح الامريكيه، والامريكان ايضا سيضربون مصالح ايرانيه او هؤلاء الاعوان في العراق، وبالتالي الوضع العراقي سيكون خطير للغايه، هو وضع متازم اصلا. ما الذي تملكه الحكومة العراقية إزاء المطرقة والسندان ما بين شقي الراحة الإيرانية والأمريكية؟ لا تمتلك أي شيء في هذا الاتجاه. الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، الحكومة غارقة بصراعات سياسية بين الفرقاء، أجدوا أن يجودون رئيس وزراء بديل، تحديات كبيرة جدا، وبالتالي الرؤية قاصرة في موضوع العلاقات الخارجية في مواضيع كثيرة. لذلك العراق يواجه مشكله كبيره في المرحله المقبله اذا لم يكن هناك صوت عقل، صوت تحرك من منطلق وطني، تحرك لمصالح العراق، ولا سنكون امام كارثه كبرى. لكن دكتور واثق، يعني اليس من المنطقي ان يطرح تساؤل المرتبط بحتميه استهداف قاسم سليماني ومن معه في العراق، الرجل الذي كان يغدو ويروح في سوريا والعراق عشرات المرات وكان موجودا يقود جبهات القتال منذ 2013 في الاراضي السوريه ولم يستهدف مره واحده، ويوم مقتله كان منتقلا من سوريا، لماذا لم تشا الاداره الامريكيه ان تستهدفه في الاراضي السوريه واصرت على ان يكون مسرح العمليه هو العراق؟ هذا الموضوع امس في قنوات عديده، هو كان في بيروت، تحرك من بيروت تحت انظار الامريكان وذهب الى سوريا، الامريكان كان متابعين، ثم اتى العراق ليصفى ويختال في العراق. السبب لان العراق انا قلت لك القاعده الرخوه، الولايات المتحده الامريكيه تستطيع ان تنفذ اهدافها، وبالتالي دخل العراق في مشكله كبيره. اكثر رخاوه من سوريا دكتور واثق؟ نعم نعم، بالنسبه للامريكان نعم، بالنسبه للامريكان يعني في سوريا هناك نظام سياسي واحد، ربما قرارات موحده تلزم بها الجميع. في العراق هناك توزيع للمصالح، هناك مشكلة من مع إيران مع إيران مع أمريكا مع أمريكا، بالتالي هذا الموضوع يعني أضعف العراق كلاعب قوي مهم في المنطقة، كان اكو دور مرسوم إليه متفق عليه إيرانيا وخليجيا وأمريكيا أن يساهم في تشكيل العلاقة الأمريكية الإيرانية ويخفف من حدتها، لكن السياسة العراقي ما وعى هذا الدور، ما ورث هذا الدور، بالتالي حدث ما حدث، يعني هناك ربما عمليات قادمة ستكون في العراق. لكن توقيت الاستهداف أيضا في حد ذاته قد يبدو مثيرا لريبة أو شك منطقيين، الرجل الذي كان يصول ويقول كما يشاء ويتحرك على جبهات القتال في مناطق مختلفة ويتحدث عن صياغة السياسة الإيرانية في أوقات مختلفة وأن يكون شريكا في تشكيل طبقة حكم في دول عربية مختلفة، فقط محاولة استهداف السفارة الأمريكية باقتحام جزئي بدا استعراضيا أكثر من أي شيء آخر تكون هي الأسباب فقط وراء اغتيال قاسم سليماني وغض الطرف عن كل ما اقترفه تجاه المصالح الأمريكية وغيرها؟ الولايات المتحدة الأمريكية ليست بهذه السذاجة. أنا أعتقد هناك مشكلة داخلية أمريكية. الرئيس ترامب عنده مشكلة من تولي السلطة، 52 مسؤول رفيع المستوى من فريقه قدموا استقالتهم، هذا لم يحدث مع 44 رئيس سابق. قضية
كوريا الثانية عندها مشكلة أوكرانيا، عندها مشكلة روسيا، عندها مشكلة إقالة، الديمقراطيين صوتوا على إقالته، وبالتالي بدأت حملة انتخابية، حاول أن يرسل هذه العملية كما أرسلوا سابقا في بن لادن وغيره، أن تستخدم ورقة انتخابية لتصعيد أسهمه في الانتخابات القادمة، وهي ورقة داخلية أمريكية، وإلا كان مثل ما قلت الجنرال سليمان كان أمام عينهم لفترات طويلة ويتحرك بحرية، لماذا لم تمارس هذه العملية سابقا؟ أنا أعتقد أن السبب أيضا أمريكي محض، والدليل الاضطرابات اللي صارت من الديمقراطيين يوم أمس وخاصة من نائب الرئيس بايدن، الديمقراط رشح للرئاسة وقال أن ترامب وضع أصبع من الديناميت في داخل برميل من البارود. لكن بالحديث عن واقعة الاغتيال أو عن بعض التفاصيل المرتبطة بها، عندما تم تداول نبأ متعلق برسالة حملها السفير السويسري لدى إيران وهو راعي المصالح الأمريكية هناك، قيل اليوم ظهر هذا اليوم أن الرسالة يدور فحواها ربما حول أن تطلب الولايات المتحدة من الإيرانيين أن تكون ردة الفعل مرتبطة بحجم اغتيال قاسم سليماني وألا تكون أبعد من ذلك. ما الذي تقصده الولايات المتحدة إن كانت الرسالة صحيحة؟ يعني إذا كان صحيح هذا ما أطلقنا قائد الحرس الثوري الإيراني، لكن أنا أستبعد هذا الأمر على اعتبار أن السفير السويسري في طهران يعني يحظى باحترام الإيراني واحترام الأمريكان والقائم برعاية المصالح الأمريكية. الجميع يعرف أن هناك خطر قادم في منطقة الشرق الأوسط، وإيراني قالوا ربما تكون الاستهداف في الخليج، لذلك سارعوا العمانيين لإرسال وزير خارجيتهم، قطر اليوم أرسلت وزير خارجيتها في محاولة تقديم عروض من عروض اللي وصلت إلى أسمعنا أن الإدارة الأمريكية مستعدة أن ترفع الحصار الاقتصادي عن إيران مقابل عدم الرد بهذا الاتجاه. الإيرانيين براغماتيين في تعاملهم في هذا الاتجاه، لا يعملوا بالمبدأ العاطفة أو الردود الفعل السريعة، أكيد سيأخذ الأمر بأسلوب بشكل جيد، يعني يعرفون حقيقة أن أي حرب في منطقة الخليج ستكون حرب على المحتر. لكن الرئيس الأمريكي غرد أول ما غرد بعيدا عن تغريداته التي وضع فيها العالم الأمريكي بعد أنباء استهداف قاسم سليماني ومن معه، قال إن إيران لم تخض أي حرب وانتصرت فيها لكنها ربحت في كل جولات التفاوض. ما الذي قصده الرئيس الأمريكي والدماء لا تزال ساخنة فيما يتعلق بوقعة الاغتيال؟ يعني الرئيس ترامب تغريداته مثيرة للانتباه، مثيرة للاستغراب. إيران يعني يجب أن نعترف تدخلات كبيرة في المنطقة، لكن تمتلك قوة كبيرة، تمتلك صواريخ، ممكن أن تدق إسرائيل، ممكن أن تؤثر على الخليج، وبالتالي يعني لديها مساحة عمق جغرافي كبير، لديها حلفاء كتركيا وكروسيا، وبالتالي يعني هم يعرفون جيدا أن أي حرب قادمة تثير مشاكل، يعني إسرائيل ستشترك بها، فرنسا ستشترك بها، روسيا في التكوين، تكون حرب عالمية ثالثة، لذلك هذه الأمور تذهب باتجاه التهدئة. وربما حتى ان لزم الامر ان تكون الارض العراقيه فقط ساحل تطبيق هذا الصراع بضرب المصالح وليس بحرب مباشره، يعني الايرانيين يضربون مصالح وقالوا عندنا 35 هدف جاهز داخل الاراضي العراقيه وخارجها، وايضا الامريكان ممكن ان يضربون قيادات الحشد، يضربون جماعات مسلحه، يضربون اهداف ايرانيه. شكرا جزيلا لك دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعه العراقيه للدراسات الاستراتيجيه منضما الينا عبر الهاتف.